زي منتخبنا الوطني في القارة الإفريقية. بسم الله ما شاء الله، خد المباراة أو البطولة من مباراة لأخرى حتى الوصول للمباراة النهائية بشكل رائع جدا، وإن شاء الله كمان تكتيكيا يعدوا كمان النهاردة تبقى بداية سنة هي من أفضل السنين على الكرة المصرية بشكل عام، سواء كان منتخب مصر الوطني الأول أو النادي الأهلي ممثل لمصر أيضا في كأس العالم للأندية. ان شاء الله باذن الله. قول لنا بقى على حاجه، محضر حاجات النهارده في التعليق اكيد، محضر ايه للمباراه؟ لا انا سمعتكش، انا اسف. بقول لحضرتك محضر اكيد حاجات في للمباراه. التعليق بتاع حضرتك حقيقي انا النهارده مش علقت، انا علقت مباراتي السيمي فاينال السنغال وبوركينا فاسو وتفوقت السنغال ومصر والكاميرون، لكن بالتاكيد تبقى مصر هي الاولى والاولى وكمان اولا، اكيد 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 مصر اهم من كل شيء احنا قدام اي حد. طبعا ده اكيد، بالرغم ان انا اهلاوي لكن مصر اهم، ده اكيد طبعا، ده اكيد باذن الله. ان شاء الله أكيد. ان شاء الله ان شاء الله هتكون يعني كلنا وش السعد على مصر باذن الله، وباذن الله هناخد البطوله النهارده ان شاء الله. سعداء كتير باتصال كابتن محمد، وكنا الحلقة اللي فاتت متوقعين ان شاء الله ان احنا فزنا، وكنت سعيدة جدا لما فزنا بجد وعملنا اتصال بالكابتن محمد، وان شاء الله يبقى وشه حلو علينا والكابتن حسين برضو ان شاء الله.